طيب بالنسبة للمباراة نفسها على الشكل الفني، عارفين مصر متصدرة بثمان نقاط يليها جزر القمر 8 وكينيا 3. طبعا قبل ما نخش لكينيا، كينيا ليها حظوظ على مستوى التأهل يعني. لسه موجود حظوظ. طبعا طبعا الفرصة الوحيدة للمنتخب الكيني ان هو يعني لا قدر الله يكسبنا بكرة. هو محتاج الثلاث نقاط عشان يوصل نفسه لستة ويوقف منتخب مصر عند 8 وينتظر مباراة مصر الأخيرة أمام جزر القمر. ربما لو مصر تعادلت هو يكسب ويوصل 9 وساعتها توجو كمان خارج المنافسة بالضبط، وساعتها نخش في حزب. ولكن أنا في وجهة نظري ما فيش حتى يعني ما فيش مساحة للكلام ده. المنتخب الكيني يعني في أسوأ حالاته، ما عندوش يعني، هو أولونجا بس مهاجم بتاعه اللي شفناه طبعا في نادي الدحيل وهنتكلم عليه، ده ربما يكون أبرز لاعب هنشوفه في مباراة بكرة. لكن وانياما طبعا اللاعب المخضرم بتاعهم واللي كان واحد من نجوم الماتش لو نفتكر طبعا المباراة الأولى هنا في القاهرة كانت هنا في اسكندرية برج العرب صح. لما اتعادلوا معانا 1-1 كان هو نجم الفريق والأكثر خبرة طبعا لاعب توتنهام السابق، وفي الوقت الحالي بيلعب مع أحمد حمدي في الدوري الكندي. فده الراجل ده غايب، وبالتالي الفرقة ما فيهاش خبرة كبيرة جدا في الملعب، وبالتالي الفرصة متاحة لينا كابتن مش بس احنا نكسب، لا تكسب سكور كمان طبعا، نعمل سكور. ده احنا الرباعي الامامي عندنا يعني حدث ولا حرج، يعني الاربع مراكز الاماميين وربما دول اكتر اربع مراكز تقريبا ما فيش خلاف او اي مشكلة عليهم في اختيارهم كلعيب اساسية، مفيش ازمة خالص. بنتكلم عن محمد صلاح وتريزيجيه وقفشة ومصطفى محمد رباعي بصراحة حتى بدون تعليمات فنية ينزلوا يلعبوا لوحدهم يعملوا هم عايزينه. فانا مش شايف المباراة فيها اي ازمة فنية، ومنتخب الكيني ما اعتقدش حتى يعني حتى لما هنشوف بعض اللقطات له اذا حتى فتح الجيم فدي ازمة يعني. هو حتى لو مش ما ينفعش يدافع، هو محتاج يكسب، عشان يكسب محتاج يفتح فتحت الجيم بتاعك. هو المعادله صعبه بالنسبه للمنتخب الكيني طبعا. تفتكر هنتكلم على الارقام وتحليلك للاداء الفني من خلال الارقام من خلال بعض الصور تفتكر طريقه اللعب اللي هيبدا بيها منتخب كينيا، هل هيبدا المباراه هو محتاج يفوز هل يبدا المباراه في تحفظ شويه يعتمد على اولونجو الكرات العاليه كره ثابته كره طايشه زي ما بنقول بلغه الكوره انه يقدر يخطف مصر في الجزئيه ديت، ولا يبدا يفتح الملعب ويهاجم من اول دقيقه يعني؟ هو طبعا لو بصينا على يعني البروفا الاخيره اللي عملوها قدام تنزانيا، ولحد ما المدير الفني جاكوب مولي ما لعبش بلاسين كتير، ولكن يوضح لنا اسلوب اللعب الفرقه ما تقدرش على مدار 90 دقيقه ان هي تضغط من قدام، ما قدروش خالص، صعب جدا جدا الامر ده بالنسبه لهم بدنيا ما يستحملوش يفضلوا 90 دقيقه. انا اعتقد ان هم هيحاولوا يعملوا توازن واكيد اكيد هم هيبقوا شافوا اعتقد في وجهه نظري مباراه سيمبا مع النادي الاهلي، ان هم هيحاولوا يلعبوا مباراه شبيهه يحاولوا يقلدوا سيمبا طبعًا يعني طبعا. وعندهم طبعا اونيانجو المدافع المسيح النهارده اتكلم على محمد صلاح صريحة غريبة يعني، بس هو حقه طبعا يعني هو فرصه هاتوا بقى محمد صلاح ما تجيبوش محمد صلاح احنا هو قادرين بصراحه يعني. ما قالهاش بناحيه يعني تحدي، لا هو قالها بفخر كمان، هو قالها برضو لا الجمله كويس، قال انا عايز اقيم مستوايا انا لعبت قدام النادي الاهلي وكسبنا يعني قصده على سيمبا هو مساك في نادي سيمبا وخدت ثقه قدام النادي الاهلي. طبعا في لعيبه كتيره من المنتخب المصري بعيدا طبعا عن بقيه الانديه والمحترفين، وبالتالي انا حابب اشوف اقيم مستوايا قدام محمد صلاح، فطبعا دي حاجه بالنسبه له حاجه كويسه. وبالتالي في وجهه نظري جاكوب مولي المدير الفني ربما يعني ياخد كده مباراه سيمبا والاهلي كوبي وبيست ويحاول ان هو ينفذها قدام منتخب مصر. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت المنتخب الكيني طبعا اكيد بيعتمد على الكرات العرضيه خصوصا في وجود مهاجم صريح زي اولونجا، شفناه مع نادي الدحيل قوي جدا بدنيا وبيقدر محطه لعب كويسه، لكن اكيد خطورته داخل منطقه ال 18 ومعظم اهداف المنتخب الكيني بتيجي من كرات عرضيه ولعب دايما من على الاطراف، مفيش اختراق من العمق، وده حتى اللي احنا هنشوفه في ملخص مباراه تنزانيا اللي احنا قلنا اخر بروفا وديه لعبوها.